نجح فريق جيش في تحقيق فوز هام في المرحلة الثالثة من التجمع النهائي للدور السوري لكرة القدم بعدما تغلب على جاره المحافظة بثلاثة أهداف لهدف. لاعبو المدرب أنس مخلوف انتظروا حتى الدقيقة 12 لافتتاح النتيجة عبر المهاجم محمد عقاد الذي استغل عرضية الحمدكو، ومعه أتى احتفال لاعبي الجيش سينمائيا بهذا الهدف. المحافظة حاول التعديل ولكن الحرة المباشرة هزت قائم المدنية ولم تعبر إلى الشباك، ليكون الرد في جهة المقابلة بهدف مميز لزكريا بودقة من حرة مباشرة في الدقيقة 39. ومع الدقائق الأولى من الشوط الثاني أضاف الحمدكو هدفا ثالثا لفريق جيش. المحافظة الذي يلعب الدور النهائي للمرة الأولى حاول التعديل وجانبه التوفيق في أكثر من كرة ليأتي هدفه الوحيد قبل 5 دقائق من النهاية، وليكون ثمرة هذا الفوز لفريق جيش تصدر فرق التجمع برصيد 9 نقاط مقابل تجمد رصيد المحافظة عند النقطة الرابعة في المركز الرابع. كل مباراة بصحنا فيها أكثر من 7 أهداف إنه نسجل، الحمد لله اليوم توفقنا وقدمنا مباراة منيحة، مع أنه يعني بصراحة الفرق اللي عم نلعبها فرق محضرة بشكل ممتاز. فريق المحافظة اليوم من أكثر الفرق اللي عزبتنا بصراحة بالدوري، فريق عنده مجموعة كتير جيدة من اللاعبين، لاعبين موهوبين، لاعبين مهاريين، بس من أصلا شوي كانت الأداء التكتيكي الدفاعي مثل ما عم تشوف أنت كمان اليوم لو متوفق فريق جيش كان سجل عدة أهداف. نحن التجربة الأولى لنا بالتجمع النهائي، مع ذلك الفريق كان عم يؤدي بالشكل الأمثل، ممكن شوية نقص خبرة، حظ مع حالف كرة مثل ما حكينا ما بدها تدخل، تألق حارس مرمى الخصم. بالشكل العام أنا مبسوط كتير أنه فريق عم ينوجد ضمن الست فرق المقدمة، وإن شاء الله الأيام الجاية بيكون الفريق أفضل وأفضل. تنازل فريق الوحدة عن صدارة فرق التجمع النهائي لصالح الجيش بعدما اكتفى بالتعادل السلبي في اللقاء الذي جمعه مع مصفات بنياس على ملعب المحافظة. فريق المدرب عمار شمالي واصل هوايته بالتعادلات مع تسجيله للتعادل الثالث في 3 مباريات دون أن يسجل أو يسجل في مرمه. أصحاب الزي البرتقالي سنحت لهم فرصة التسجيل في أكثر من كرة، ولكن تألق الحارس أسامة حاج عمر حال دون وصول لاعبي المدرب رأفت محمد إلى المطلوب. الجمهور القليل الذي تابع المباراة لم تختلف عليه أحوال الشوط الثاني مع فشل كل من الفريقين بالتسجيل، وتحت ضغط النقطة توترت أجواء اللقاء في أكثر من مناسبة وسجلت 3 حالات طرد إحداها لمدرب الوحدة رأفت محمد، لتنتهي المباراة على ما بدأت عليه بشباك صامتة ليصل الوحدة إلى نقطته 8 في المركز الثاني مقابل 6 نقاط لفريق المصفى في المركز الثالث. هذه المباراة لو لا سمح الله مجمع نتيجة كنا طلعنا خارج الحسابات. التعادل نقطة ثمينة من نادي الوحدة، نادي الوحدة نادي كبير، نادي الوحدة بيضم عناصر رائعة جدا، نعتبر نحن النقطة اليوم مكسب. وبالنسبة للمباراة بالنسبة لنتيجة التعادلات، مباريات فرق كثير صعبة، يعني بدك تعرف كيف تلعب، كيف ترتب أمورك. بصراحة نحن ما حضرنا بهالمستوى، ولكن الحمد لله لهلا راضين عن النتائج، وإن شاء الله من المباريات الجاي منضل ضمن المنافسة. منا فريق بطولة صراحة، نحن بهمنا نحقق مركز متقدم على سلم الترتيب، كل موسم السلم البياني للفريق بيكون أفضل، إن شاء الله بالمواسم القادمة بنكون فريق بطولة، بس حاليا هدفنا نحقق مركز متقدم، ثاني ثالث رابع جيد، يعني هي بالنسبة لنا، لأنه إذا بدك تشوف إمكانياتنا والإمكانيات اللي عم نشتغل فيها ونوعية اللاعبين المتواجدين ونقارن أنفسنا ببقية الفرق بنشوف في تفوق علينا ببقية الفرق. ماني عارفان شو بدي أحكي، تجمع نهائي 5 لعاب بيلعبوك على التارتان، فريق متصدر الدوري بيلعبك على التارتان، وين اتحاد كرة قدم؟ وشو الرياضة عم نلعب فيها رحنا؟ وشو الطريقة عم نلعب فيها أصلا رحنا؟ ملعب 10 3 ملاعب بدمشق مجهزين، بيلعبوك الساعة 5 على ملعب تارتان. وجيبوا لك كلها، يعني رحنا اول لعبه الجيش في ضربه جزاء ولعبه محافظه في ضربه جزاء، لانه يعني خلص ما بدنا ناخذ لقب دوري، خلص يقولون قبل البدايه ما كنا تكلفنا كابتن ولا كنا دفعنا مصاري ولا كنا عملنا احتراف مزبوط، كنا لعبنا بالفريق اللي عندنا بالنادي وصلى الله وبارك، عم بتروح راح عملنا الدوري على غمضه عين، اخطاء تحكيميه قاتله باول لعبه وثاني لعبه وثالث لعبه، طب ليه شو عم يصير؟ العنوان الأبرز في لقاء فريقي الوثبة والشرطة كان العقم الهجومي وضعف التسجيل عند لاعبي الفريقين، الأمر الذي ترجم بعدم تسجيل أي هدف في المباراتين الماضيتين، وهو ما استمر من خلال المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب تشرين لتخرج بنتيجة التعادل السلبي.
عدد من الفرص سنحت لمهاجمي الفريقين لتطلق المرمى وافتتاح التسجيل، ولكنها لم تثمر مع الرعونة وتألق حارسي الفريقين على أخريل من جانب الوثبة وإبراهيم علمي من جانب الشرطة، لتنتهي المباراة بالتعادل الذي قضى نظريا على حظوظ الفريقين بالتتويج ببطولة الدوري، مع علامة استفهام كبرى على تراجع أداء فريق الشرطة في الدور النهائي والذي حل في المركز الخامس بأربع نقاط، وأتى خلفه فريق الوثبة في المركز السادس والأخير بثلاث نقاط. هي يعني نتيجة أنا بعتبرها عادية، يعني قياسا عم نعاني نحن والشرطة عم نعاني من اللمسة الأخيرة، يعني الظاهر أنه يعني بالهم سوا مثل ما بقوله. إن شاء الله عم نشتغل على هذا، يعني أكثر فرق سورية عم تعاني من هذا الوضع، إن شاء الله لسه مباريات قادمة بركي بنعوض إن شاء الله. هاي التعادل الثاني لأنه والحمد لله، يعني كنت ما قلت أنت في أقوى هجومي، هاي المشكلة عم يعاني منها من مرحلة الذهاب من بداية الدوري. حاولنا وحاول كابتن أحمد الشاعر يدارك هالعطل هذا أو هالضعف اللي عندنا، بس للأسف حطينا كتير جهد، بس هاي اللي طلع مع لاعبي والحمد لله. هذا نشوف عندنا مباراتين بقى مع الجيش، نحاول إنه نلعب كاسم الشرطة كلاعيبة الشرطة، نقدم أداء إنه يليق بنادي الشرطة إن شاء الله، وإن شاء الله بنعوض إن شاء الله.